والله أنا حلمت من فترة بإن أنا بقرأ القرآن، واللي أتذكره إن قرأت كاف هاي عين صاد. بس كده؟ وعندي حاجة تانية، عندي حياتي كلها واقفة على إن يعني إذكار الصباح والمساء، وقبل ما أطلع بسم الله توكلت على الله يعني، وبصلي مهما كنت تعبان لازم أصلي. تمام. بس عندي الحياة أول حاجة بالنسبة لموضوع التعطيل في الرزق وموضوع وقف الحال والأشياء دي كلها، فهو الحل موجود قدامك أهوت، وده اللي أنت شفته في الرؤية. اللي أنت شفته في الرؤية ده حاجة عظيمة جدا، ده سر من الأسرار ربنا سبحانه وتعالى ساقه لك. أول نعم حاجة كاف هاية عين صاد، هي حروف متقطعة نعم لا يعلم بها سوى الله جل وعلا. وإن كان في كتب التفسير ورد فيها بعض الكلام الكتير جدا في معانيها، ولها معاني كتير قوي، ولكن احنا نرجع لكلام كبار الصحابة إن هذا من العلم الذي استأثر الله عز وجل به، يعني لم يعلمه إلا القليل من خلقه أو من شاء من خلقه، تمام؟ فهو ليس من العلم يعني المنشر. ولذلك يعني سبحان الله ربنا بيقول إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. عشان كده كاف ها يا عين صاد، شوف بعدها ايه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. النداء الخفي يعني انك انت عايزك تجلس مع نفسك كده وتعملها ورد لنفسك. وكل شخص بيسمعني عنده تعطيل في الأرزاق وتعطيل في الحياة وعنده مشاكل كتير جدا، كل ما عليك انك انت تعمل برضو الورد ده خاص بنفسك، انك انت تجلس مع نفسك في غرفة، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل زي استحضار. استحضار بمعنى انك انت كأنك جالس امام الله جل وعلا، ثم انك انت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل لك الفتح ويأتيك النصر وتتغير الحياة الى الافضل والاحسن، وتأتيك الارزاق من حيث لا تحتسب. ثم بعد ذلك تحكي ربنا سبحانه وتعالى في سجدة جواك، تمام، كل اللي بتمر بيه وكل الظروف الصعبة. وبعد ذلك زي ما قلت لك هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100، وتسبح ربنا سبحانه وتعالى 100، وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى 100، ثم بعد ذلك تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. فاللي بيقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا ترد الدعوة بتاعته نهائيا، تمام. ولو قلت يا رحمن يا رحمن يا رحمن كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان احد العباد كان يقول يا رحمن يا رحمن يا رحمن، فقال الملك الموكل به سم، فان الله عز وجل يستمع لندائك. فانت كانك جالس امام الله وكانك بتحكي له المشكله والكرب اللي في حياتك، تمام. فتحاول انك انت من جواك تنادي ربنا سبحانه وتعالى من جواك. من جواك ازاي؟ وانت ساكت كده تقدر تقول يا رب، صح ولا انا غلطان؟ تقدر ولا ما تقولش؟ نعم انا عايز بقى الدعاء نعم بتاعك ده لا يطلع عليه ملك ولا يطلع عليه شيطان ولا يطلع عليه احد، جواك كده يكون الصله بينك وبين الله جل وعلا، تمام. وعايزك انك انت تدعي بالاسماء ديت. الكاف قول يا كافي، والهاء قول يا هادي، والعين قول يا عزيز، والصاد قول بيها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا عزيز ويا رحيم فرج عني ما أنا فيه يا عظيم، تمام. ثم بعد ذلك تتصدق بصدقة لأي حد يعني سبحان الله من المساكين أو من الأشخاص، يعني سبحان الله تطعم مسكين وصدقة طعام وماء، وجبة كده تقدمها له وتوكل على الله جل وعلا، هتلاقي إن أمورك كلها اختفت، كل المشاكل اللي بتعاني منها وكل الشياطين اللي بتعطل رزقك أزيلت بإذن الله جل وعلا. بس حاول إنك أنت يعني سبحان الله تكون مع الله جل وعلا في الدعاء، وتكون مع الله جل وعلا في التسبيح، وتكون مع الله جل وعلا في التحميد والتهليل واللي أنا قلت لك عليه، وخلي سورة مريم ورد ليك وفرج الله عز وجل عنك ما أنت فيه. والله أعلم. عندي بس عندي حاجتين عايز اقول مع السريع. انا كنت تعبان من اسبوع، فكنت يعني حوالي كان الصبح كده وديت عيالي المدرسه ورجعت، فحسيت بسخونه ورحشه شديده، فاتغطيت وغطيت من المدام، عينيا غفلت اقل من دقيقه دقيقتين. فحد جالي في المنام قال لي خد القران ده. انا عمال اقول يا رب، اول ما جسمي كله سخن وجسمي رحشه شديده،
عم اقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فجاء لحد في المنام قال لي ايه، خد القرآن ده شفاء لي. قلت انا معايا اللي خلق القرآن يا رب. ما شاء الله ما والله شاء الله. العظيم اول ما قلت الكلمة دي، اول ما قلت معايا يا رب، على طول الرحشة والسخونة اختفت. ما شاء الله. عشان كده الحاجة نعم انت في سر سوقة ليك، والسر اللي انساق ليك ده هو كاف ها يا عين صاد. يعني معنى كده انك انت ادعي في الخفاء، زي ما قلت لك كده، انت دعوة في الخفاء قد يرفع بها عنك الحجاب فتصل الى ما اردت وزيادة. تمام؟ انت جسمك الان كويس صح؟ كويس الحمد لله. اذا احتجت اي شيء تاني تابع معانا باذن الله. بارك الله فيك. حاجة تانية قلت عشان انزل، ايه؟ كنت حلمت ان في خيط بيطلع من فترة، خيط بيطلع عمال اسحب كده من بوقي. طيب ما هي ديت، يعني سبحان الله، ضر ربنا سبحانه وتعالى كشفه عنك. والضر نعم ده الخيط معناته ان سحب الخيط من الفم ده سحر. فاهمني؟ سحب الخيط من الفم دليل على ان ايه؟ سحر. ومن شر النفاثات في العقد، هي عقد. ومعنى ذلك ان الله عز وجل هو من يشفيك وهو من يعافيك، فعليك بالقران يشفيك الله جل وعلا، وعليك بتلاوه ما تيسر لك، وكثره الاستغفار وطلب الشفاء والعافيه من الله. في امان الله. بارك الله. تاني مرة أطلع مع حضرتك وأنا سعيد والله. بارك الله فيك. طلعت معاك من سنة، ودي التاني. الله يرضى عنك، تقدر إنك أنت تتابع معانا دايماً، إحنا موجودين إن شاء الله. تابع والله. السلام عليكم.